سي رياكتيف بروتين هو أحد البروتينات بتنتج من الجسم من الكبد، ويتم إنتاجها من الكبد نتيجة ردة فعل الجسم كان يعتقد زمان من نوع من أنواع البكتيريا اسمها ستريبتوكوكس نيومونيا، بسبب اللي هو السي بوليساكرايد الموجود في هذه البكتيريا بداخل اللي هو السيل ميمبرين، كان يعمل لها للبكتيريا هذه أدمغش. هي صورة ستريبتوكوكس، هاي صورة اللي هو السي بوليساكرايد الموجود بالسيل ميمبرين بتاع الخلية البكتيرية اللي هي ستريبتوكوكس نيومونيا. فوجد بعد فترة وجدوا لقوا انه اللي هو ستريبتوكوكس نيومونيا هاي مش بس هي اللي بتعمل اجلوتينيشن معها وصير اكتيف بروتين، بيعمل مع الفنجاي مع البروتوزوا ومع اذر بكتيرياز ومع بعض البروتينات التانية اللي استوت. وهذا البروتين بينتج من الكبد نتيجة اللي هو كنترول من خلال الانترلوكين 6، ويعد من النون سبيسيفيك اكتيف فيز بروتين. نون سبيسيفيك اكتيف فيز بروتين من الانفلاميشن، مرحلة الانفلاميشن في بروتينات بتطلع بالجسم، من ضمن هذه البروتينات هو سي رياكتيف بروتين سي ار بي، وهذا يعد من البروتينات اللي هي لافايل وبيقدرش يعمل هو كروسنج للبلاسنتا. طبعا من خلال الالكتروفوريسز مع عملنا جيل الالكتروفوريسز بيتم فصل البروتينات بتاعت السيرم في جسم الانسان على بناء على درجة اللي هو التأيين تاعتها وعلى المولكيولا وعلى السايز تبعها. بناء على الباند في الجيل الالكتروفوريسز بنصنف البروتينات عندنا البومين وجلوبيولينز. الجلوبيولينز بيصرفوها عندنا الفا وبيتا وجاما بناء على ترتيب الباندات زي ما انتم شايفين بالجيل الالكتروفوريسز. الجسم الكونسنتريشن كل ما كان اللون اغمق كل ما كان دلالة انه تركيز هذه البروتينات عندنا بالجسم بيكون نوعها اكثر عندنا بالجسم. سي ار بي يعد من الجاما الجلوبيولينز الموجوده من انواع اللي هو البروتينات الاساسيه بداخل الجسم. سي ار بي كمان بيرتبط مع انواع مختلفه من الخلايا اللي هي زي تي لينفوسايت، بيعمل انهبيشن للكلوت ريتراكشن مقصود فيه انقباض او تخلص من الكلوت بعد تكوينه بالجسم، بيعمل تثبيط للبليتلس واللينفوسايت بداخل الجسم، بيزود دور اللي هو خلايا نيوتروفيل. من حيث دوره بداخل الجسم سي ار بي بيزيد معدلات عاليه كتير فوق الالف فولد، الزياده تبعته بتكون هذه في مراحل مشاكل ممكن تكون تروما صدمه او التهابات. التروما يعني بتصير فيها تدمر الخلايا، هو بيزيد بالجسم نتيجه تدمر الخلايا او التهابات. ممكن هذه الالتهابات تكون التهابات بدون انفكشن يعني زي حساسيه روماتويد، او ممكن تكون بكتيريا انفكشن، وممكن تكون هذه فيها ارتفاع درجات حراره اعراض عامه، لكن ممكن تكون برضه دمامل او التهابات موضعيه برضه تؤدي لزياده للسير الاكتيف بروتين. الملاحظ انه هنا مش كل الفيروسات، لو كان في انفكشن بالفيروسات مش كل الفيروسات تقدر تعمل عمليه ارتفاع للسي ار بي. العمليات بشكل عام بتؤدي لارتفاع اللي هو الاتش سي ار بي وكذلك الكانسر. السي ار بي بيزيد في هذه الحالات من بعد من العمليات من بعد 4 إلى 6 ساعات من العمليه بيزيد، وبيظل زايد لمده 3 أيام لـ4 أيام بداخل الجسم، وبعد الزياده تبعته المفروض هو يرجع لوضعه الطبيعي اللي هو بعد 3 لـ4 أيام، لكن لو ظل مرتفع هذا دلاله على وجود انفكشن بالمنري مثلا انفكشن، وهنا المريض هذا ما ينفعش يطلع بده متابعه. في عندنا فحص ثاني اللي هو الهاي سير سنسيتيفيتي سير اكتيف بروتين، هنا انه بقيس كميه السير اكتيف بروتين اقل من نص ملي جرام بالديسيليتر. هنا له دور اساسي في عمليه البريدكشن للمايكاردي انفاكشن للستروكس اللي هو مقصود في ازمات القلب او المشاكل في الاوعيه الدمويه او الكارديك ديث اللي هو بيكون مباشر، يعني انه تفقد الانسان بموت بشكل مباشر. النورمال ليفل اللي له هو بيكون فوق اقل من 1 ملي جرام بالديسيليتر، زاد عنه بتكون عندنا زياده في السي ار بي. السي ار بي بالنسبه الاختلاف بينه وبين هو الاي اس ار، لقيت السي ار بي والاي اس ار هم الاثنين بيرتفعوا بالجسم وبيؤدي ارتفاعهم عندنا بداخل الجسم كل اللي هو دلاله اللي هو التهاب، لكن السي ار بي يعد هو اكثر سنسيتيفيتي من الاي اس ار على دلاله الالتهاب. السي ار بي بيزيد بمعدلات اعلى واسرع من زياده الانتي بودي تايتر والاي اس ار كفحوصات، كذلك انه الريسبونس له من حيث الاكوت انفلاميشن رياكشن بيكون زي ما قلنا قبل، وكذلك بيكون عندنا عمليه انه يرجع للوضع الطبيعي. برضه السي ار بي بعد العلاج بيدلل قبل اللي هو الاي اس ار، ممكن يعني السي ار بي ينزل للمعدل الطبيعي والاي اس ار لسه مرتفع. الجزئيه الثانيه اللي نحكي عنها عمليه السامبل كوليكشن، طبعا السامبل كوليكشن سحب العينه لازم يفضل يكون فريش، كانت العينه طبعا فريش لازم تكون العينه ما فيش فيها لايبيميك زي ما احنا شايفين بالصوره،
اللي هو لونه ابيض هذا، او تكون هيمولايت سامبل، لانه هذه بتعطي فولس بوزيتيف ريزلت. لازم تكون عينه كلير، وعم نشتغل على سيرم، ممكن في بعض الكتات يشتغلوا على بلازما. الكت تبعنا بيتكون من اللي هو اللاتكس ريجنت، اللي هو هذه اللاتكس ريجنت اللي برنسبل تبعنا، بيكون اللاتكس بارتيكل هاي هي عباره عن كرات من البوليستيرين محمل عليها الاجسام المضاده الانتي بودي، اللي هي حتدور على في سيرم تبعنا على تي ار بي بداخل الجسم، حتتفاعل معها. البيشنت سيرم اللي فيه اللي هو سي رياكتيف بروتين، اذا كان موجود حيتفاعل معه وحيعمل معي اجلوتينيشن، مش موجود مش حيعمل معي اجلوتينيشن. بالنسبه لنتيجه الاجلوتينيشن زي ما احنا شايفين بالصوره، بيطلع عندي الاجلوتينيشن عباره عن تخثرات تكتلات بيضاء، اذا كان الخلفيه بيضاء، ممكن تكون اذا كانت الخلفيه عفوا اذا كانت الخلفيه سوداء تبين ابيض، في بعض الكتات تكون لونها ازرق حسب اللي هو الماده المستخدمه في اللاتكس بارتيكل لتحميل عليه الانتيبودي. اليوم احنا هنا في الكيت تبعنا عشان بندور على انتيجين، الريجنت تبعنا البوليستيرين هو محمل بالانتيبودي اللي هو ضد مين؟ ضد الهيومن انتي اللي هو سي ار بي. يعني عندنا السي ار بي الهيومن اللي منتج من جسم الانسان، بيكون في انتيبودي ضده بيحمله على الخلايا اللي هو عفوا على البوليستيرين، وهذا البوليستيرين هو بتفاعل مع السي ار بي اذا كان موجود في سير المرضى، حيحدث اجلوتينيشن. طبعا هنا بيتكلم عن الحد اللي هو عنه الادنى اللي بيقدر يقيسه الكيت، الحد الادنى بشكل عام اللي بيقدر يقيسه الكيت، الكيتات المستخدمه عندنا بنتكلم عن قلنا اللي هو اقل من 1 ملي جرام بير ديسليتر او لللتر. فهنا هذه الكميه او الكم هذا هو الحد الادنى اللي بيقدر يشوفه، اعلى منه حيطلع معي بوزيتيف، اقل من هيك بشوفوش، بيطلع معي نيجاتيف الفحص. يعني لما نشوف الصوره في النيجاتيف بوزيتيف حيظهر معي انه عندي النيجاتيف. زي ما احنا شايفين زي ما قلنا الكيت بنشغل عندي، بيكون في عندي لاتكس ريجنت اللي بفحص معاه العينه، وبكون في عندي في الكيت كمان بوزيتيف ونيجاتيف كنترول. هذا البوزيتيف ونيجاتيف كنترول عشان اتاكد من سلامه القراءات تاعتي حنيجي له بالتفصيل. عندي البوزيتيف كنترول له دور مهم بداخل اليه تاكيد النتيجه عشان اشوف النتيجه انه الكيت تبعي الريجنت شغال وحيطلع معي النتيجه تبعي بوزيتيف. اذا كان الكيت الريجن تبعي خربان حيطلع معي البوزيتيف كنترول نيجاتيف، فهيك انا بعرف انه الريجن تبعي خربان لازم اني انا اغيره. النيجاتيف كنترول ايش اهميته؟ نفحص بالكيت نتاكد من كيتنا انه هو مش كل شيء لازم يطلع لي اياه بوزيتيف. اذا كان هو كل شيء بيعطيني بوزيتيف معناته في مشكله بالكيت تبعي، حيطلع كل الناس مرضى. في الحاله هذه النيجاتيف كنترول بشيك لي والله انه الريجن تبعي ما فيش فيه كونتامينيشن، مش يعني ما بيطلعش كل العينات بوزيتيف انه بسبب اللي هو الكونتامينيشن. فمتاكد من هذا الاشي باستخدامنا النيجاتيف كنترول، بنتاكد انه والله الكيت تبعنا الريجنت نظيف ما بيطلعش بوزيتيف لاي حدا. بالنسبه للي هو عمليه الجريدنج للبوزيتيف، قلت ما ينفعش نقول بس بوزيتيف ونيجاتيف احنا النتيجه، بينفع نقول برضه نعمل عمليه جريدنج للنتيجه. لقيت الملاحظه انه الجريدنج اللي بنعمله بيعمل من نيجاتيف إن يعني عندنا بلس 1 بلس 2 بلس 3 بلس 4 حسب قديش قوه الرياكشن. قد قوه الرياكشن هنا بنلاحظ انه مش دائما بتدلل على التايتر تاع الانتيبودي. فاحنا اذا طلع معانا بوزيتيف رياكشن لازم نعمل تايتريشن، اذا طلع معي بوزيتيف رياكشن لازم نعمل تايتريشن. طب ليش احنا بنقول انه التايتر تاع الانتيبودي بتدللش بقوه الرياكشن؟ مش دائما بدلل قوه الرياكشن، يعني ممكن يكون عندي ويك رياكشن لكن الانتيبودي تايتر عالي، او ممكن يكون عندي نيجاتيف يطلع معي فولس نيجاتيف زي ما احنا حكينا قبل هيك. في عندنا ظاهره اللي هو زي ما حنوضحها اللي هي بيكون في عندي تركيز الانتي بودي تايتر او التركيز الانتي بودي عالي كثير، وبيعمل عندي حاجه بنسميها بالنسبه لما عملنا اليوم اللي هي بوز زون، اللي هو بيكون عندنا الانتيجين اكسس البوز زون، لان احنا بندور على السي ار بي. لما يكون سي ار بي قيمته عالي كثير فهنا حيأدي الانتيجين اكسس من السي ار بي، حيعمل عندي الحاجه بنقول على البوز زون، والبوز زون هذه بتعمل الفحص بتخلي لي يبين نيجاتيف هو بوزيتيف. فعشان انا اعرف تركيز الانتي بودي لازم اكون عامل كوانتيتيف تايتريشن لاي عينه بتطلع معي بوزيتيف بالسيرولوجيكال تيست، سواء الفحص اليوم او الفحوصات اللي حيمر معانا خلال الفصل اللي هو السيرولوجيكال بتعتمد على الاجلوتينشن تيست. تكلمنا عن البوز زون وانها بتعمل الفولس نيجاتيف زي ما احنا شايفين بالصوره، هاي صوره اللي هو الفولس بوزيتيف ريزلت. طبعا من الليميتيشن المقصود فيها اي من الملاحظات المهمه لازم ناخذها بعين الاعتبار انه تركيز الانتي بودي تايتر
وتركيز الانتيجين انا بقيسه لما بدي اعمل انتيجين ديترمينيشن للكونسنتريشن لإله. اذا كان تركيز الانتيجين عالي كتير حيعمل زي مثلا اليوم عندنا سي ار بي، بيعمل عندي مشكله اللي هو بوز زون فينومينا. عشان اتخلص من البوز زون او اللي نقول عنها البرو زون لما يكون انتي بادي اكسس زي ما احنا شايفين بالصوره، لازم اعمل حاجة اسمها تشيك اب للنيجاتيف سيرم. اللي بيطلع معي نيجاتيف لازم اعمله تشيك اب. كيف بعمل تشيك اب؟ يفضل ان نحمل نعمل 1 لـ10 ديليوشن من اي عينة بشتغلها. اذا طلعت معي نيجاتيف يعني بعمل العينة وبعمل معها ديليوشن 1 لـ10، فاذا طلعت العينة نيجاتيف وبعد التخفيف كمان نيجاتيف معناته النتيجة نيجاتيف نعتمدها. ممكن النتيجة النيجاتيف تتحول بوزيتيف بناء اذا كان هو عندي حاجه بنسميها زي ما قلنا البوز زون او اللي هو البري زون، يعني انتي بادي اكسس او انتيجين اكسس. في بعض العوامل تتحكم عندي بالانتيجين انتي بادي رياكشن مختلفه عن التركيز، مش دائما بس بيكون عندي اللي هو تركيز الانتيجين والانتي بادي هو اللي بياثر على الرياكشن يطلع معايا بوز نيجاتيف رياكشن او مثلا بوزيتيف رياكشن. في عوامل بتحكم في الانتج انتي بودي رياكشن عشان يحدث الرياكشن يصير معي بوزيتيف. من هاي العوامل وعنا فيزيائيه زي البي اتش مثلا، الاوزموناليتي، درجه الحراره، الايون كونسنتريشن، تركيز الايونات، هذه كلها عوامل جانبيه بتاثر على الانتج انتي بودي رياكشن. فممكن قوه الرياكشن كمان نضيف على النقاط الاولانيه، قوه الرياكشن اللي ظهرت معي قدامي ويك رياكشن ممكن يكون هو من ناحيه عمليه بسبب تأثير هذه العوامل مش مضبوطة في داخل الريجنت أو المعمل اللي أنا بشتغل فيه. هجيت حنتكلم عن اللي هو العوامل أو الأشياء اللي بتأثر على نتائج الفحص تبعتي بتعمل عندي فولس بوزيتيف ريزلت. أول حاجة وأهم شيء بنتذكره دائما، لازم ألتزم في قراءة النتيجة بالوقت الانكيبيشن تايم تبعي. يعني من ضمن هذه العوامل برضه هو الانكيبيشن تايم، فكل تفاعل أنتج أنتيبادي رياكشن لازمه درجة حرارة وبيأس زي ما قلنا وقت انكيبيشن تايم. فاذا انا تركت الرياكشن فتره طويله ممكن يطلع معي فولس بوزيتيف ريزلت ويكون عندي نتيجه الدراينج اللي صار زي ما احنا شايفين بالصوره، يصير عندي اللي هو ترسب لماده اللاتكس ويظهر معي كانه صار بوزيتيف، وهو من ناحيه عمليه بسبب جفاف الريجن وبيكون الترسب في الاغلب بيكون على الاطراف. فهذا الشيء ممكن يظهر معي بسبب اللي هو نقول عنه الدراينج افكت اللي ممكن يصير على اللي هو العينه. عشان هيك لازم نلتزم احنا بوقت الفحص اللي احنا بنشتغل فيه. الشغله الاخيره انه بعض الاوقات ممكن يطلع معي فوز بوزيتيف ريزلت نتيجه اللي هو الكروس رياكشن او ارتفاع التايتر تاع الانتي بودي في الريماتويد ديزيز، زي هو لما بنقول نعمل نقيس الريماتويد فاكتور الار اف، ممكن زياده التركيز اللي هو الريماتويد فاكتور اللي هو الانتي بودي بداخل جسمنا يدلل او يعمل كروس رياكشن ويؤثر على نتيجه السي ار بي، يطلع معي السي ار بي برضه بوزيتيف نتيجه اللي هو الريماتويد فاكتور. هو بشكل عام الريماتويد فاكتور بيؤدي لارتفاع السي ار بي، لكن هنا ممكن يطلع معي قيمته فولس بوزيتيف نتيجه الزياده الكتيره في الريماتويد فاكتور داخل اللي هو الجسم. هيك الله يعطيكم العافيه.